عصيم سيد الشيخ. سلام ان شاء الله نولوا شيوخ اخويا. وين كنت؟ انا كنت نعيش لبرا 27 سنه غربه، طليان، فرنسا، سويد، هولندا، بلجيكا. ملي انا صغير تربيت في الغرب، عمري 5 سنين. نخدم تجاره اي حاجه نخدمها. المره الاولى كنا معناها صغار طايشين ومن بعد نبع علينا. شو؟ بعنا شيء انت شعرنا. لا 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 بعنا شيء، خدمنا مع الناس تجاره. بعت ممنوعات. بعنا ممنوعات وربي تبع علينا والحمد لله. لو كنت صلي. الحمد لله انا تعلمت الصلاة عام 90 في ايطاليا، جونا افغانستان وباكستانيين، ريتهم هكاك حافظين قران وهم معناها ما يتكلموش بالعربي، انا رجعت على روحي هزونا جا من وقتها وليت نصلي الحمد لله. الحمد لله. وتو رجعت لتونس؟ جيت في الثوره لتونس، اما عندي صغار يقراوا غادي، انا كبار في ايطاليا. مخير ايطاليا ولا تونس؟ والله بلادك هي بلادك، اما في المعيشه ايطاليا خير، تونس غليت. انا شو غالي؟ كل شيء غالي وحاجات ما تلقاهاش، تمشي باش تشري مثال السميد ما تلقاش، الزيت كان ب 900 ولا تقل دبوزه ب 20,000، انا المعيشه غليت شويه. في ايطاليا ب 50 يورو تدخل السوبر ماركاتو تعبي الشريول وتروح على روح. التو هي معناها حاجه عاديه. ترى الزيت في ايطاليا ب 6 يورو. اي نورمال مهما كان، غاديك خاطر تخلص اكثر يعني. قارنش معناها تخلص 1500 يورو ولا 2000 يورو. قلت لي ب 50 يورو تعبي الشريول. اي نحكي لك نحينا على الزيت، ما نحكوش الزيت ماهوش اساس. ماهوش اساسي راهو الزيت. نجموا نستعملوش الزيت، نستعملوا الزبده في هذا الزيت، صحيح ولا؟ نحكي لك انا معناها قبل حتى بالليره الطليانيه معناها كانت رخيصه ايطاليا. فهمت كيفاه؟ تونس اللي يعرف يقضي يزيد نجم يشري حاجه رخيصه. ولا لا. لقيناها ها قدامك الدجاج ها وقفت تلفت غادي شوف هاكا كيلو ب 6500. ايه نحن عايشين ببركة ربي الزواج فهمت؟ الكيلو ب 6500 ليه الحومة شعبية؟ انا ظروف العباد مش كيفاه. البطاطا ب 1200. ايه بطاطا رخيصة. امشي للطماطم ب 3000. طماطم ب 3000. ايه ايه مو عارف منين تاخذين. بفل هذه ارخص سوق هو في بفل. هذا هو السوق الشعبي معناها. فهمت؟ قلت لي مرتي اجنبيه، قالت لي ما عادش عايشه في تونس. لا مرتي مغربيه. اي المغرب ارخص من تونس؟ في الحاجات الموجوده المغرب احسن، كل شيء موجود، كل شيء متوفر. دينار المغرب الدينار المغربي ب 10 دراهم مغربيه ب 3300 تونسي. فهمت كيف؟ اما غاليه زاد المغرب. كل شيء موجود 500. كل غلي 500 تشري به البانان في المغرب والافوكا، كل شيء موجود، مدالينا 200 فرنك. رخيصة مش كيف تونس، الحق نحكي الواقع راهو. فهمت؟ هما في المعيشة خير منا. ولو غالية ما خير منا، كل شيء موجود، كل شيء متوفر. ما تشدش الصف على الخبز وعلى الزيت، كل شيء متوفر. سميت كل أي بقعة تمشي لها تلقى فيها كل شيء موجود. فهمت؟ متوفر لهم، نحن ما عندنا شيء، إذا تمشي للسميت يقول لك الجمعة الجاية يكون بعد ما تلقاهوش. فيرينا مش موجود. مخير بلادك ولا الاخرين رغم اللي خير؟ بلادي لو جرت عليا معناها الوطن يلزم من الايمان الوطن، اما في بلدان اخرى خير منا. في الرخص والمعاش خير منا. فهمت؟ الوطن نتاعك هذاك من الايمان يلزمك بلادك، مهما كان باش تمشي لاي بلاد باش ترجع لبلادك.